واللغة وللأرطفونيا تقنيتها كما علم النفس العيادي له تقنيته مثلا تقنية الغرشة تقنية الانتروتين كلينيك أرطفونيا لها تقنيات بلوش تقنيات الاسترخاء تقنيات بوغيل إلى آخره والتقنيات تتطلب إلى بحوث علمية لاكتشافها والبحوث في الأرطفونيا بحوث متعددة الفروع تسجل في إطار مصطلحات علم النفس اللسانيات الطب البيولوجي والصوتيات الفيزيائية وشنو هذه؟ عيط عيط ها؟ حمرة مليح وهذه؟ طفالة مليح عاود؟ طفالة زيد عاود؟ طفالة تخي بيان وهذه؟ هذا مليح ياسين هذه وهذه؟ حمرا حمرا كيف كيف ولا لا لا كيف كيف تخي بيان حجرات كاين حجرات طبعا بهالجدا متتركة ياسين كما تلاحظون يخرج الكلمات بصعوبة ويتلقى تمارين دورية لدى طبيبة الأرطفونيا بمستشفى أثنية السيدة إبراهيمي التمارين أثبتت عن أهميتها البالغة كما توضحه هذه السيدة لطبيبة الأرطفونيا أنا أم لطفلة مونغوليان قريب عندها 6 سنين كي زادت عندي بنتي ما كنتش عارفة بلي مونغوليان حد ما قال لي وأكثر من هذا بنتي زادت ما تشوفش كانت عندها كاتاراكت كونجينيتال دونك الحاجة الأولى اللي كانت تهمني هي عيونها درت لها عملية جراحية الحمد لله ولات تشوف وكانت بنتي إيبوتونيك يعني في جسمها فاشل كامل كانت ما تمشيش كانت ما تهدرش ما تبسمش حتى توجهت إلى أطباء اللي وجهوني لعند ديزورتوفونيست وشفت الأرطفونيست اللي راهي قدامي عاونتني بزاف ديت لها دي سيونس دورتوفوني اي سي دو لا كو توت ا ديماري درت لها دي سيونس دورتوفوني افيك لا بسيكوموتريسيتي بنتي بدات تضحك بدات تقول بابا بدات تقول ماما بدات تتحرك بدينا نحركوا لها في العضلات تاعها والحمد لله بدات تمشي احضر دكتوراه تحت عنوان تحسين اللغة الشفوية عند الطفل المنغولي وهذه التقنية طبقت على فئة من الأطفال المعوقين والحمد لله عطتني نتائج ونلاحظ الآن حتى الأطفال من قسنطينة من باتنا من عنابة يجيوا خصيصا لي عندي أنا من أجل تطبيق هذه التقنيات لأنهم سمعوا هناك مختصة في أمراض النطق اهتمت بهذه الفئة التي فترة غير محدودة أنا طبقتها طيلة عامين سامية طفلة كانت لا تستطيع حتى النطق بسبب مرض البحة وإن تكلمت فإنها لا تسمع بعد سنتين ها هي تتكلم ونسمعها جيدا نقرأ الثانوية أولى ثانوي كل يوم كل أربعة أيام نعم كل سمانة نجي مرة بالأحد مرة بالأربعة مرة كل سمانة نجي كنت صغيرة كنت عندنا أو ما هي كنت بحبها زدت استعانة ها هي وفي الدراسة كيف قبلت ها نقرأ في سماء كنت شنو الفاصل صوتي بكرة تحسنت ما مو مي علماء اكتساب اللغة يعني برهنوا بأن اللغة تكتسب في 3 سنين كي يكون طفل في عمره 3 سنين لو ريجستر ادولت ايت ادوبتي ا لاج دو 3 ans Alors, si au-delà de cet âge, l'enfant ne parle pas ou parle à travers des gestes, il faut absolument consulter un spécialiste. بالنسبة للكبار، غالباً ما نتلقى حالات الحبسة، لا فزي.
حالة الحبسة هذه تعد من أخطر الحالات التي يتلقاها المختص في الميدان، بحيث يكون إنسان لبس عليه 40 سنة 28 سنة حتى 60 سنة لبس عليه، وإذا به يصاب بصدمة دماغية تروماتيزم كرانيا أو AVC أكسيدون فاسكولار سيريبرال، فيفقد الكلام، وهنا نسميه بحبسة بروكا أو لافازي دو بروكا. إذا لافازي دو بروكا يفقد الكلام تماما، لافازي دو بروكا يفقد الكلام تماما ويصاب بشلل نصف وجهي وشلل نصفي عام. إذا هذا المصاب لابد نتكفل به ونهتم به، وهناك تقنيات تعالج هذه الإصابات، وكما قلت هي إصابات خطيرة جدا، بحيث يكون إنسان لبس عليه في المندمج ناحية الاجتماعية، وإذا به صدفة يفقد الكلام. لماذا ركزت على جانب علاقة الأم بالطفل في ظاهرة التأتأة؟ إن تركيزي يعني تركيزي على هذا الجانب لم يأتي هكذا بشكل اعتباطي، لكن جاء نتيجة لأهمية، أولا لأهمية الجانب العلائقي الذي يربط الأم بالطفل. فدراسات العديدة في علم النفس المعاصرة أساسا أكدت على أن علاقة الأم، أن لعلاقة الأم بالطفل تأثير في نفسية ابنها، يعني في نفسية الطفل. فمثلا كيف ذلك؟ فمثلا إذا ما اتسم سلوك الأم ربما بالقسوة أو بالنبذ أو بالحماية المفرطة، حتى حين تكون هناك حماية مفرطة، ففي هذه الحالات نلاحظ اضطراب في المستوى العلائقي، وبالتالي فإن يكون هناك تأثير في نفسية الطفل في شخصيته، وهذا التأثير يتعداه إلى كلامه، إلى طريقة كلامه وإلى طريقة يعني نطقه، وبالتالي قد يؤدي إلى ظاهرة التأتأة، يعني يؤدي قد يساهم في إحداث هذه الظاهرة. نعم. إذن فمشكلة هؤلاء الأطفال لها حل في علوم الأورتوفونيا والأبحاث المتقدمة، أكدت ذلك حتى وإن تعلق الأمر بالذين يعانون من تأخر عقلي. هؤلاء الأطفال تختلف معالجتهم عن الذين يعانون فقط من مشكل النطق، أو كما توضحه الأستاذة راضية. هناك الأطفال اللي بولي هانديكابي تبو عنده عدة إعاقات في نفس الوقت، وهذا يصعب تدخلات المختص، والأورتوفونيست وحدها عمرها ما تقدر تعمل حاجة. الآن عمل تاعي غير مع الأم برك. Si j'ai un vœu à formuler dans ma conclusion, c'est de demander aux services compétents, aux autorités compétentes, entre autres au ministère de l'Enseignement supérieur, d'essayer de nous donner les moyens adéquats pour développer cette discipline. C'est une discipline très jeune qui a de l'avenir, compte tenu du nombre d'handicapés. Je ne pourrai pas m'avancer sur des statistiques que j'ignore, mais je sais qu'il y a pas mal d'handicapés sur le plan vocal, sur le plan du langage, des retardés du langage, et c'est très important. Il faut que le ministère nous donne ces moyens de manière à pouvoir travailler en paix. السيدة عرجون دكتورة دولة في اللسانيات، تحضر دبلوما في الأورتوفونيا. إنها ترى في علم النطق والكلام التكملة الأساسية والمهمة بالنسبة لعلوم النفس واللسانيات. Je suis linguiste de formation, j'ai toujours travaillé en linguistique, etc. Et là, je me suis tournée vers l'orthophonie parce que c'est quelque chose d'abord qui est passionnant, exaltant et qui est pratique, parce que j'ai vu avec Madame Zellal, j'ai vu des enfants rééduqués. J'ai suivi des rééducations et c'était pathétique, c'était touchant. Et c'est comme ça que moi-même je suis venue vers l'orthophonie. Par conséquent, il va de soi et il irait de soi que cette branche, cette discipline soit quand même autonome. Je ne comprends pas pourquoi elle est toujours mise en second plan. Vous voyez? Alors que normalement c'est elle qui est l'essentiel. La linguistique, pourtant c'est une matière qui est connue depuis longtemps. Eh bien il me semble que la linguistique reste toujours théorique. Ça n'est pas pratique. Vous voyez, sur le terrain même. Parce que sur le terrain même, on a besoin de méthodes pour rééduquer, pas pour rester comme ça dans le vague. Parce que moi, ma thèse d'état, c'est ce que j'ai remarqué. C'était beau, mais ça restait purement théorique.
Lakin l'an, avec l'orthophonie justement, on essaiera de faire ce que moi j'ai travaillé pendant des dizaines d'années, on essaiera de l'appliquer pour rééduquer des enfants. L'orthophonie a besoin de l'aide de nafs et de l'aide de nafs. Il a saadouha dans une perspective constructive, c'est très bien. وغلا يواصل يعني في لاسفيكسي دو سيت ديسيبلين لازم الاورثوفونيا تخرج من معهد علم النفس ما تبقاش معهد علم النفس انا النصيحه اللي نعطيها لكل امهات والاولياء بصفه عامه كي يزيد عندهم طفل معوق ذهني ويعرفوا في يعني الوقت اللي يعرفوا باللي الطفل تاعهم راه معوق ذهني يا لو كان يكون عنده اسبوع او اسبوعين في عمره لازم يتوجه إلى ناس متخصصين في هذه الأمراض ناس أورتوفونيست كما يقولوا والأورتوفونية هي المفتاح هي اللي تحل لهم كل الأبواب كي يتعلم الطفل الأورتوفونية يعني الهدرة بالهدرة هذه كي يتعلم كل حاجة وأنا سبقت وبعت لك هنا للمركز الناس كنت تلاقيتهم يعني بصدفة عندهم أطفال في عمرهم شهرين وثلاث شهور كما هذاك الصغير مروان وكما شحال من واحد يكبعتهم لك وبديتيهم يعني في عمر يعني كيفاش يقولوا ناج بريكوس يعني كانوا صغار خلاص والحمد لله راكي شفتي نتائج وهكذا اللي تكون النتائج لا خاطر نعاود نقولها ونعاود نركز الأورتوفوني هي المفتاح لكل يعني الأطفال المعاقين ذهنيا ولديها صعوبات في النطق يمكنها أن تتصل بالجمعية الجزائرية للطب الأورتوفوني هي جمعية حديثة العهد بعمر العام فقط فيها مختصون يعلمون هؤلاء كيف ينطقون أفضل نصر أيد صالح سو قولها سي تري بيان قولها بصح ما سمعتكش قول سي تري بيان أنكور زيدي فوالا يبقى هكذاك ابقى هكذاك اعمل هكذا كيما تاتا كيما تاتا اي شو فوالا ودخلوا غير شويه دخلوا خليه كيما راح بصح دخلوا شويه هكذا شو فوالا اي حلفوا مك شويه فوالا اي خذ بلسان كيما قبايل اي devant القدام من هنا اي ديري هنا اي أمينة 5 سنوات تعاني اضطرابات في النطق إنها لا تستطيع نطق أحرف مثل الصاد السين والزاد فالحالة تمثل ما يسمى بتسرب الهواء من الأنف الحصة العيادية المقبل. خيمة غريش في